لكن سمعت قلت هذه إشاعة، مستحيل خويا يموت، مستحيل باب الجزائر يموت، وراني فخورة به، وراني صابرة ونصبر، راه مجاهد من عيلة ثورية وحافظ باب القرآن وربنا باب أحسن تربية، ورحنا في سبع خوا ودى العز نتاع الجزائر في قلبه وضحى من أجلها وناضل من أجلها وساهم من أجلها، دا سلمها لماليها ودا أمان رب العالمين وشكرا. ربي يرحمه الصبر والسلوان إن شاء الله لنا للجميع كل وللجزائر كاملة ولبناها كل.